سعد المجرد يستعد لطرح جديده الفني. سعد المجرد يستعد لطرح جديده الفني، شاهد التفاصيل. يبدو أن غياب المعلم عن السوشيال ميديا مؤخرا ما هو إلا لحظة لأخذ النفس من أجل إصدار جديده الفني والذي سيكون مفاجأة لجمهوره. سعد المجرد أعلن من خلال تدوينة مشفرة ردا منه على بعض المنتقدين حول غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، حيث لمح إلى أنه منشغل خلف الكواليس بجديده ربما يكون قنبلة الموسم. فكل أغنية يطرحها نجم البوب المغربي تجد إقبالا كبيرا وإعجاب متابعيه من كل أنحاء العالم. المجرد نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام قال فيها: ألتزم الهدوء خلف الكواليس، واستطرد كلامه: أحب المعجبين إلى الأبد وأحب والداي إلى الأبد وإلى الأبد، في إشارة منه على أنه منشغل بالجديد الفني. وكان سعد المجرد قد تعرض لانتقادات واسعة بعد استمراره نشر التعازي للفنانين الذين غادروا الدنيا مؤخرا، الأمر الذي جعل بعض المتابعين ينعتون صفحته بالمقبرة. لكن المجرد رد كذلك برسالة مشفرة من خلال تدوينة أخرى بنفس الموقع قائلا: بينما تتنفس الآن يأخذ شخص آخر آخر ما لديه، لذا توقف عن الشكوى وتعلم كيف تعيش حياتك بما لديك. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. أستودعكم الله، إلى اللقاء.